ينضم معي هاتفيا الكابتن الفنان رابح صقر، اللي قدم اهداء للاحساء وللفتح بعد ان حقق الفتح لقب بطوله دوري زين. كابتن رابح، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. احنا اليوم نسميك كابتن لانك جزء من كره قدم في نادي الفتح. وانا بسميك اليوم فنان لانك تدير هالامسيه. حبيبي حبيبي، خطط وفكر ثم وصل، نموذج جول وفعل، يعني كلمات كانها تصف حال الفتح في الدوري في كل مراحله حتى نهايه الجوله 24 اللي توج فيها الفتح واصبح مفخره للاحساء، مفخره للشرقيه، مفخره لكل الرياضه السعوديه بالتخطيط بالصبر بالاراده بالوصول. يستاهلون، يستاهلون كل خير، يستاهلون اهل الحساء، يستاهلون. انا اولا انه اهني سيدي سمو الامير سعود بن نايف، واهني امير الحسا الامير بدر، واهني اداره الفتح واعضائها وكل المشرفين على اعضاء الشرف، ويستاهلون، يستاهلون فعلا. احنا نحتاج عقليه جديده في الكره السعوديه. جميل. واليوم شفناها في نادي الفتح، متمثله في ادارتها، متمثله في اعضاء شرفها، متمثله في اللعيبه، وفعلا هذا فعلا نموذجي على اسمه. اللي اعرفه رابح انك انت جزء من الفتح، يعني دائم قريب الفتح دعما وقربا حديثا محبه، تقدم للفتح كل ما لديك، يكفي هالكلمات الجميله اللي قدمتها لهم. الفتح اولا بالنسبه لي انه اول نادي اطلع، يعني اول ظهور لي على المسرح طلعت من خلال مسرح نادي الفتح، فما هو الا جزء بسيط من ما هو الا جزء بسيط من اللي في مسيرتي الفنيه اللي عملوا مع نادي الفتح، هذا جزء بسيط اني ارد لهم. يستاهلون، يستاهلون. رابح، انت الكلمات اللي عرضناها وسجلتها الاغنيه الجميله للفتح، يعني انت كانك ضامن الدوري للفتح، يعني اكيد مسويها من بدري. انت متى شفت الفتح وتاكدت ان الفتح والله محقق لقب الدوري؟ لا يعني الفتح ما شاء الله من البدايه شد حيله، الكل يقول انه جواد قصير النفس، بس اثبت الكره السعوديه انه جواد اصيل. بس يستاهلون. بكذا يا رابح احنا اخذناك الحين من الجانب الفني والغنائي للجانب الرياضي، يعني صار عندك نظره فنيه اللي انت استطعت وقدرت انك تحكم على انه الفتح راح يجيب البطوله، وبالتالي هالاغنيه الجميله اللي تصف حال الفتح من مباراه الى مباراه. انا اقول لك دائما يستاهلون، يستاهلون كل خير اللي سووه، طبعا انجاز الكره السعوديه عموما. صحيح. وفي وهنا في يعني برضو يعني في عقلية في الرياضة السعودية تتمثل في نادي الفتح الآن. يعني جميل. فنان رابح صقر، من 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 إدارة، من لعيبة، من وافتكر انه تقريبا نصف لعيبة الفتح جاية من، افتكر يعني جاية من أندية ثانية. صحيح. هذه بعد البعض. نموذج ثاني للإدارة المسلمة بلا شك. فنان رابح صقر ابن الأحساء، ومن قدم الأغنية الجميلة للفتح، ومن قدم هذه الكلمات للتهنئة للفتح، شكرا لتواصلك عبر السعودية الرياضية، شكرا لحديثك عبر برنامج الملعب، نتشرف بتواجدك معنا، شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.